أكد وزير السياحة معالي أحمد بن ناصر المحرزي في تصريح خاص للشبيبة أن القوانين العمانية تمنع احتكار الشواطئ، وجميع الشواطئ العمانية متاحة للعامة، مشيرا إلى أن الوزارة حرصت في هذا المشروع على أن تكون المنطقة الخدمية هي المحاذية للشاطئ حتى يتمكن العامة من ارتياد الشاطئ دون استخدام مرافق المدينة السياحية. جاء ذلك على هامش التوقيع على اتفاقية تطوير مجمع عقليات السياحي المتكامل، والذي يعتبر أحدث المشاريع السياحية المتكاملة في السلطنة بولاية قريات.